الحمد لله الذي يجعل بعد العسر يسرا، أحمده سبحانه حمدا يزيدنا به نعما وخيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار، المتفرد في الكون نهيا وأمرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير الخلق طرا وأعظمهم برا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أصوب السالكين، أصوب السالكين إلى الله وأهداهم سيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واذكروا أن للمتقين في الدنيا حياة طيبة، ولهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها المسلمون، تيسير العسير وتذليل الصعب وتسهيل الأمور أمل تهفو إليه النفوس وتطمح إلى بلوغ الغاية فيه والحظوة أوفى نصيب منه وإدراك أكمل حظ ترجو به طيب العيش، الذي تمتلك به أزمة الأمور وتتوجه به إلى خيرات تستبق إليها وتنجو من شرور تحذر سوء العاقبة فيها. ولذا فإن من الناس من إذا أصابه العسر في بعض أمره رأى أن شرا عظيما نزل بساحته، وأن الأبواب قد أوصدت دونه والسبل سدت أمامه، فتضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويسوء من ظنه ما كان قبل حسدا، ويضطرب من أحواله ما كان سديدا ثابتا مستقرا، وربما انتهى به الأمر إلى ما لا يحل له ولا يليق به من القول والعمل. أما المتقون الذين هم أسعد الناس وأعقلهم، فإن لهم في هذا المقام شأنا آخر وموقفا مغايرا بما جاءهم من البينات والهدى من ربهم، وبما أرشدهم إلى الجادة فيه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. إنهم يذكرون أن ربهم قد وعدهم وعد الصدق الذي لا يتخلف، وبشرهم أن العسر يعقبه يسر، وأن الضيق تردفه سعة، وأن الكرب يخلفه فرج. فقال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال عز اسمه: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهو موعود مقترن بشرط الإتيان بأسباب عمادها وأساسها وفي الطليعة منها التقوى، التي هي خير زاد السالكين وأفضل عدة السائرين إلى ربهم، ووصية الله تعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي التي تبعث المتقي على أن يجعل بينه وبين ما نهى الله عنه حاجزا يحجزه، وساترا يقيه، وزاجرا يزجره، وواعظا في قلبه يعظه ويحذره. فلا عجب أن تكون التقوى من أظهر ما يبتغي به العبد الوسيلة إلى تيسير كل شؤونه وتذليل كل عقبة تعترض سبيله أو تحول بينه وبين بلوغ آماله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومع التقوى يأتي الإحسان في كل دروبه، سواء منه ما كان إحسانا إلى النفس بالإقبال على الله تعالى والقيام بحقه سبحانه في توحيده وعبادته بصرف جميع أنواعها له وحده سبحانه محبة وخوفا،
ورجاء وتوكلا وخضوعا وخشوعا وإخباتا وصلاة ونسكا وزكاة وصياما وذكرا وصدقة، إذ هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، التي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، وتلك هي حقيقة التصديق بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومما يبسط مدلول هذا ويوضحه أن يعلم المرء أن الله تعالى قد اتصف بصفات الكمال، وأنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يجازي عبده بحسب هذه الصفات، فهو رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من عباده الستر، وعفو يحب من عباده من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواب، رفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، قابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده. ولذا فهو يجازي عبده بحسب هذه الصفات وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، انتهى. ومن هذا الإحسان يا عباد الله التيسير على المعسر، إما بإنظاره إلى ميسرة، وإما بالحط عنه، كما جاء في الحديث: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا جمع إلى ذلك التضرع إلى خالقه ودعاءه بما كان يدعوه به الصفوة من خلقه، كدعاء نبيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكذلك دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به عند تعسر الأمور، وذلك قوله: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ملتزما في ذلك آداب الدعاء وسننه من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتداء بحمده سبحانه والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، واستقبال للقبلة وإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال فيه، بأن يقول: دعوت فلم يستجب لي، ومع سؤال الله وحده دون سواه، واعتراف بالذنب وإقرار بالنعمة وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بعمل صالح سلف له، أو بدعاء رجل صالح حي حاضر، ورفع اليدين والوضوء إن تيسر، وإطابة مطعمه بأكل الحلال الطيب، واجتناب الحرام الخبيث، واجتناب الاعتداء في الدعاء بألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وبألا يدعو على نفسه ولا على أهله أو ماله أو ولده، وبعدم رفع الصوت فوق المعتاد وفوق الحاجة. هنالك ترجى الإجابة وتستمطر الرحمة الربانية، ويرتقب اليسر، ويفرح بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، جاء في بسط مدلول قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قول بعض أهل العلم بالتفسير: هذه بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم دليل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ، ففي آخره التيسير، ففي آخره التيسير ملازم له، انتهى. وإنها لبشارة عظيمة يا عباد الله لمن أصابه العسر ونزل به الضر وأحاط به البلاء واشتد عليه الكرب، من أهل الإسلام قاطبة ومن أهل الشام خاصة، الذين سيموا سوء العذاب بغيا وعدوى وظلما استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فليبشروا باقتراب النصر وتنفيس الكرب وتفريج الشدة وكشف الغمة ورفع البلاء والعافية من البأس، والعافية من البأساء والضراء. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا الظن بالله، وثقوا بوعده الحق الصادق الذي لا يتخلف ولا يتبدل، أن مع العسر يسرا. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الورى، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين. اللهم دمر الطغاة والمفسدين يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح
أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفقه وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء، واجزه خير الجزاء عن مواقفه الإسلامية الحكيمة الحازمة مع المسلمين، مع قضايا المسلمين كافة، ومع قضية المسلمين في سوريا خاصة يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكشف عن أهل سوريا ضرهم، ونفس عنهم كربهم، ويسر عسرهم، وفرج ضيقهم، واستر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، ونجهم مما يخافون يا رب العالمين، واكفهم بما شئت شر أعدائهم، واكفهم شر أعدائهم، واكفهم بما شئت شر أعدائهم، وارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، واشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم، واكتب أجر الشهداء لقتلاهم، وفك قيد أسراهم، وأطعم جائعهم، واستر عاريهم، وقنا وإياهم شر الفتن، اللهم قنا والمسلمين جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يباشر قلبي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. إلهي إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شيء من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا وإياكم نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء المباشر عبر شاشة القناة الأولى لتلفزيون المملكة العربية السعودية وشاشة القرآن الكريم، حيث نقلنا لكم من هنا شعائر صلاة الجمعة من هذا المكان الطاهر من مكة المكرمة. كان معكم من الهندسة الصوتية محمد عبد الرحمن عيد، عبد المعين، أحمد برقاوي، زكي زهير غنيم، سالم سليمان اللحياني، وكان معكم في إخراج هذا النقل المباشر الزميل المخرج خالد هادي الحزن، وهذا محدثكم سامي حسن عنبر، يستودعكم الله تحية لكم من هذا المكان الطاهر من مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.